بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا سابقا عن استعمال الريلي في بعض التطبيقات. اليوم نتحدث عن، بصراحة هو الموضوع الرئيسي، يعني موضوع استعمال الدايود. الدايود هو يكون هذه قطعة الدايود، يعني راح نحتاجه بشرحنا اليوم. الدايود يكون قياسه، أنا أضعه على الدايود أو أضعه على المقاومة الأوفوميتر، أتأكد من التوصيل، موجود التوصيل. طيب، هذا الدايود يوجد فيه خط، هنا يوجد خط أبيض، يعني في جهة من الجهات. هذا الخط الأبيض يكون عندما أضع الموجب عليه غير موصل، وعندما أضع عليه السالب يكون موصل، فهو موصل للتيار باتجاه ولا يوصل بالاتجاه المعاكس. الآن موصل، لاحظ الآن الأوفوميتر يؤشر الآن غير موصل، فيعني هو يوصل باتجاه ولا يوصل بالاتجاه الثاني. هذا هو مبدأ الدايود. طيب، هو يسمى أيضا الثنائي البلوري. أول شيء أردنا أن نعرف الموضوع اللي خصنا، اللي ينفعنا بالزراعة المائية مثلا أو بالمحميات. المحولة، أنا عندي مثلا محولة من هنا، طبعا راح تكون 220 فولت AC، تمام، وتوجد أقطاب خارجة دائما هذا تطلع DC. هاي المحولة الكاملة. لكن إذا نحن جئنا بمحولة ما فيها تقويم، ما تطلع DC، تطلع AC فقط، كيف نحولها إلى DC؟ راح نستعمل ما يسمى بالبرج أو القنطرة بالعربي يسمونه، يعني جسر. هنا مدخل يكون بعلامات، وهنا يطلع عندنا قطب موجب وقطب سالب حسب الفولتية اللي هي المحولة تحول. مثلا لنفترض أن هذه تحول 12 فولت، طبعا راح يكون 12 فولت AC. بعد القنطرة راح يصير 12 فولت، هو ما يطلع 12، يعني غالبا يكون شوي هنا أكثر لأنه بالتقويم ربما يختلف، لكن مبدئيا هو 12 فولت راح يطلع عندنا 12 فولت DC. ما معنى AC وما معنى DC؟ الAC يعني الموجة الكهرباء تأتينا بهذا الشكل، موجة جيبية. يعني مثلا التردد عندنا هنا، التردد الماشي في مثلا عندنا في العراق مثلا 50 هرتز. ما معنى 50 هرتز؟ الهرتز يعني هو الذبذبة في الثانية. إذا قلنا 50 هرتز يعني 50 ذبذبة في الثانية، بمعنى أنه الموجة في الثانية الواحدة الكهرباء تنتقل 50 مرة بهذا الشكل. مرة يكون موجب، وبعدين يصير صفر، بعدين يصير سالب، بعدين يصير صفر، بعدين يصير موجب. إذا هذا يسمى بالتيار الأيسي أو التيار المتناوب، يعني هكذا. يعني هو في الحقيقة هنا الكهرباء هنا بهذا السلك تنطفأ أو تشتغل 50 مرة بالثانية. مرة هذا يكون موجب وهذا سالب، ومرة هذا يصير سالب وهذا موجب. يعني لنفترض أن هذا السلك اللي هو خلينا نسميه سلك A، وهذا خلينا نسميه سلك B. السلك A، لنفترض أن هذا هو السلك A وهذا هو السلك B. السلك A في هذا الجزء، واحد من 50 من الثانية، يعني في هذا الجزء السلك A يكون موجب والسلك B يكون في حالة سالب. هنا في هذه اللحظة هذا الجزء راح يكون هذا السلك يكون موجب وهذا السلك يكون سالب. لو قسمنا الموجة إلى قسمين، السلك B راح يكون سالب. بالنصف الثاني من هذا الوقت اللي هو الجزء الأول من 50، راح يصير بالعكس، يصير هذا السلك سالب وهذا السلك يصير موجب. فكأنه نحن نقلب الأقطاب على السلك، يعني مرة يكون هذا موجب وهذا سالب، ومرة يكون هذا موجب وهذا سالب، هكذا يعني. هذا هو التيار المتناوب. التيار المستمر، لا، التيار المستمر يعني هنا مثلا، هنا عندما أقول هذا السلك A وهذا السلك B، دائما
دائما السلك اي راح يكون موجب والسلك بي يكون سالب دائما، يعني واضح كيف اخواني؟ دائما. فراح يكون شكل الموجه، يعني هذا مثلا هو خط الزمني، راح يكون شكل الموجه هكذا، هذا موجب وهذا سالب. او اذا تريد تخلي هذا صفر وتعتبر السلك، يعني تعتبر هذا السلك A وهذا السلك B، راح يكون هذا دائما موجب وهذا دائما سالب، حتى يعني حتى في هذا الجزء وحتى في الجزء الثاني ما راح يصير عندك اختلاف. واضح كيف؟ فهذا هو التيار الدي سي. طيب كيف نحول الاي سي الى دي سي؟ بسيطه جدا. انا اعمل هنا طريقه بحيث هذا عندما ينقلب انا ايضا اقلبه، اعدله، يعني عندما يكون هكذا يطلع مباشر الموجب هنا والسالب هنا، عندما ينقلب يصير الموجب في الاسفل والسالب في الأسفل. انا اقلبه هنا، اقلب ارجعه مره ثانيه اخليه يصير موجب وسالب، فيبقى هذا موجب ويبقى هذا سالب. كيف؟ هذه هي القنطره. القنطره يمكن ان اعملها ايضا باربع دايودات، يصير مقاوم موجه كامل، اربع دايودات. الدايود هذا او الثنائي البلوري هذا كما قلنا فيه خط هنا، هذا يؤشر على القطب الموجب، يعني بالأوفوميتر يؤشر بالعكس، بالأوفوميتر أضع عليه القطب السالب حتى يقرأ شورت. طيب لكن كتيار كهربائي هو في حالة الربط، أنا أربط أربع دايودات حتى أكون بريدج. هذا البريدج هو عبارة عن أربعة دايودات في داخله، يعني هو يأتي قطعة واحدة لكن في داخله أربعة دايودات، ممكن يكون بهذا الشكل، ممكن يكون بهذا الشكل، لكن دائما يضعون لك على قطبين هذه العلامة غالبا، يعني هذا يربط الأي سي هنا. طبعا الأي سي هنا يربط كما تريد، يعني ما في مشكلة، الأي هنا أو هنا، البي هنا أو هنا، ما عندك مشكلة، لكن الخارج يضعون عليه علامة، مثلا وضعوا هنا زائد وهنا سالب، هذا دائما سواء ربطتها السلك الأسلاك هكذا أو ربطتها هكذا، هي في الحالتين يطلع عندك من هنا موجب ومن هنا سالب. إذا هذا غير مقطب، هذين القطبين غير مقطبة، أي كيف ما تربطها كما تريد، يعني ما عندك يعني لون أيا كان تربط، لكن الخارج لا، الخارج هذا يكون موجب وهذا سالب. إذا عندي ألوان يفضل أن أضع هذا أحمر مثلا وهذا أسود، أو يعني طيب كيف هذه كيف أعملها؟ هذا البريدج كيف أعمله؟ أنا عندي أربعة دايودات، الدايود هذا كيف يرسم؟ رمزه هكذا، هذا يسمى دايود أو يسمى ثنائي بلوري، في داخله لماذا يسمى ثنائي؟ لأنه في داخله بلورتان، هو جرمانيوم وسيليكون يعني وشواهد، المهم إضافة يعني تضاف، المهم أنه يكون بهذا الشكل، هذا الخط يعني هو هذا الخط هكذا. طيب هذا هكذا يرسم، أنا عندي أريد أن أعمل إبريج، سأعمل البريدج بأبسط طريقة بهذا الشكل، ونفسه أكرره من هنا، فصار عندي مربع بريدج يسمى قنطرة. هذا يعني هكذا يأتي الدايود هكذا ثم هكذا، يعني هذا دايود أعمله هكذا ثم أربط دايود هكذا ثم أعمل دايود هنا ودايود هنا بهذا الشكل، هذا هو الخط. طيب هذا الجزء اللي هو يكون ملتقى ما بين الخط وما بين الجزء الثاني من الخط، هذا المنطقة هذا يكون اي سي اللي هو واحد من هذه، وهذا الثاني ايضا اي سي، كما قلنا ما عندنا مشكله بالتقطيب، يعني يمين اعلى اسفل ما عندنا مشكله، الاسلاك كيف ما تربطها تربطها، لكن ايش راح يحصل عندنا؟ الاجزاء المتشابهه اللي هو هذا الجزء، لاحظ هنا الخط، هذا الخط متصل هنا، لكن الخط الثاني هنا ليس في الداخل، لكن هنا مثلا في هذا الجزء هذا الخط وهذا الخط ملتقي، هذا يكون هو القطب الموجب اللي هو التقاء الخطين، يعني عندي دايود هكذا ودايود هكذا، التقاء الخطين اثنيناتهم من هنا ومن هنا ملحوم الخطين، هذا يكون موجب. هذا الجزء اللي هو بعيد عن الخط من هنا ومن هنا،
هذا الجزء راح يكون ايش؟ راح يكون سائل. فاذا هذا هو البرج، اما ان اتي ببرج جاهز او انا اعمل اربط هكذا. الحين هذا الجزء اللي فيه خط مع الجزء الذي ليس فيه خط من هنا، ومن هنا الحين الجزء الذي نفس الشيء، الجزء الذي ليس فيه خط، ومن هنا الحين ايضا الحين الجزء الذي معه خط بالجزء الذي ليس معه خط، ومن هنا الجزء الذي معه خط الحين بالجزء الذي معه خط ايضا، ويكون عندي موجب سالب. هذا هو الرسم، يعني هكذا راح يكون الدايود بهذا الشكل. طريقة الدايودات، هنا يوجد خط وهنا يوجد خط، وهنا نفس الشيء يوجد خط، ومن هنا ايضا يوجد خط، وهكذا. يعني هو هذا الدايود، هذا شكله، هذا الخط هو هذا، هكذا ثم هكذا هكذا، بسيطة جدا يعني. طيب اذا انا بالخيار اما هكذا يعني اتي ببرج جاهز او اعمله به بنفسي. اذا انت عندك مثلا دايودات صغيرة وتريد ان تشغل تيار عالي، لان هذا مكتوب عليه بالمواصفات، مثلا هذا IN5408 مكتوب هنا، فانت في كتاب البدائل او تكتب في الانترنت هذا الرقم وتبحث عن هذا الدايود، تكتب مثلا دايود او تكتب ثنائي بلوري وتكتب الرقم، تطلع عندك المواصفات كم يتحمل تيار، وحسب الفولتية، مثلا 12 فولت كذا امبير، 5 امبير، 3 امبير، 10 امبير، 20 امبير، كل ما غالبا كل ما يكون حجمه كبير. وتوجد طبعا ايضا معدنية، وتوجد ضخمة وتوجد صغيرة جدا يعني، فانت حسب المواصفات. فاذا مثلا انت ما وجدت كبير، وجدت من هذه صغيرة، ممكن ان تربط مجموعة من هذه. كيف تربط؟ مثلا هذا تربط واحد ثاني مثله على التوازي، هذا يسمى ربط على التوازي. لاحظ هذا القطب مربوط مباشرة على هذا القطب، هذا القطب مربوط مباشرة على هذا القطب، ومن هنا أيضا هكذا أيضا يوجد خط مربوط مباشرة، وهذا أيضا تكرر نفس الشيء. هذا راح يصير عندك ضعف التيار، تبقى نفس الفولتية، لكن إذا كان الدايود هذا يتحمل مثلا 3 أمبير، إذا ربطت 2 راح يصير 6 أمبير، يتحمل 6 أمبير لأن التيار يتوزع. وهذا أيضا، وممكن أن تربط 3-4 حسب الموجود. يعني هذا نفسه إذا تريد أن تربطه راح نرسم واحد فقط والبقية نفسها، يعني بهذا الشكل راح. وهذا أيضا هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، يعني بهذا الشكل. ممكن تربط ثالث ورابع أيا كان، يعني تقسم. هذا هو البريدج. هذا طبعا ستأخذ من هنا سلك، هذا هو الأي سي، من هنا سلك الأي سي، وتأخذ من هنا من المجمع سلك هذا السالب، وتأخذ هنا من المجمع اللي هو المجمع. خلاص ما عندنا مشكلة، انتهى الموضوع. الآن إذا هذا مبدأ، حتى يعني عندما نتصرف الآن نحتاج بعض الأمور، مثلا في المحمية أحيانا نستعمل 12 فولت، خاصة عندنا في العراق تنظف الكهرباء، مثلا واحد يشغل مراوح شفط، أو يشغل مثلا خلايا تبريد، مضخة الماء لخلايا التبريد أو مضخة الماء الرئيسية اللي في الحوض، يشغلها على بطارية أو على خلايا شمسية تشتغل 12 فولت أو كذا، فيريد أن يكون هذا المضخة 12 فولت أو المروحة 12 فولت كذا، فيقول لك كيف أشغلها على يعني إذا عندي كهرباء وطنية أنا ما أحتاج يعني أنا أشغلها على خلايا شمسية أو على بطارية سيارة مثلا 12 فولت، عندي كهرباء موجودة، فماذا أفعل؟ طبعا هذا شرحنا الريلي في السابق، تضع ريلي، عندما تأتي الكهرباء يحول يشغل المحولة، عندما تنقطع الكهرباء يحول يشغل على البطارية أو على الخلايا الشمسية. لكن الآن كيف سنشغل على ال 12 فولت؟ أنا عندي مثلا كما صورت لكم، عندي مروحة هذه، وأيضا هي مروحة جيدة وقوية وحصلت عليها بسعر مناسب، مروحة راديتر سيارة تشتغل على 12 فولت. طيب كيف أنا أشغلها على الكهرباء على 220؟ ببساطة، محولة، إما تكون هي المحولة جاهزة فيها داخل البرج وتتحمل تيار جيد كافي حسب ما مكتوب على المروحة مواصفات، يعني كم فولت وكم أمبير. لنفترض أن هذه المحولة مكتوب عليها 12 فولت مثلا 5 أمبير مثلا، إذا أنا أحتاج محولة 12 فولت 7 أمبير مثلا، ما دائما ما أستعمل الماكس، يعني أعلى شيء أخلي شوية احتياط، أخليها تكون مثلا 7-8 أمبير، ما عندي مشكلة بالأمبير، بس الفولت لا، أخليه 12.
لكن الامبير كل ما زاد هنا بالمحاولة ما عنده مشكلة. اذا ما فيها يعني ليست كاملة اي سي ما طلع دي سي، استعمل هذا البريدج، اجيب محاولة كبيرة واستعمل معها بريدج حتى يصير عندي 12 فولت، وايضا يكون قدرة تحمل هذه البريدج او الدايودات قدرة تحملها تتحمل اكثر من 5 امبير، وهذه ايضا تتحمل اكثر من 5 امبير، طلع 12 فولت بحيث يكون مثلا قدرتها خلينا نقول 7 امبير مثلا، وهذه البريدج ايضا يكون مثلا في حالة ال 12 فولت تكون 7 امبير. طبعا على فكرة البريدج يطلع لك نفس الفولتية اللي موجودة، اذا كانت المحولة 24 فولت نفس البريدج تستعمله، يعني لا يوجد بريدج خاص لفولتية معينة، يعني مثلا هذا 110 فولت يطلع لك 110 فولت دي سي، اذا هاي 6 فولت البريدج راح يطلع لك 6 فولت دي سي، ولكن طبعا كل ما زادت الفولتية، لان هذا عندما نقول 12 فولت دي سي 7 امبير، اذا مثلا المحولة مو 12 المحولة مثلا 24 فولت هذا راح يصير 3.5 امبير، المفروض ما يتجاوز 3.5 امبير لان الفولتية عالية، لان المقصود بالقدرة هو الواط، والواط هو يساوي هو الجهد في التيار، يعني الفولت في الامبير، فاذا اذا زاد عندي الفولت راح يزيد عندي التيار ما يتحمل هو اكثر من 7، يعني اذا هذا كان 24 فولت وهو يتحمل 7 يعني معناتها راح يصير 14 امبير مو 7، اذا انا لازم احسب حسابي موازنه ما بين الفولت والامبير حتى يكون عندي مقبول. اذا كانت حسابات مع ال 12 فولت نمشي على 12 فولت، مثلا هم كتبوا لك هذه في حاله ال 12 فولت 7 امبير مثلا، يعني اذا انت تحسب حسابك انه اذا كان 24 فولت لازم يكون 3.5 امبير هكذا، او قالوا لك 3 قالوا لك 24 فولت 3.5 امبير، بمعنى اذا استعملت 12 فولت راح تستطيع ان تستعمل 7 امبير، ارجو ان يكون هذا واضح. وطبعا هذا كما قلنا يعني دائما نقول يعني لازم يكون شويه الشخص عنده نوع من التخصص حتى يفهم هذه الفيديوهات، ليست للشخص اللي ما عنده اي تصور وبعدين يقول لي انت دخلتنا بمتاهه، لا. فاذا انا مثلا عندي هاي المروحه تشتغل على 12 فولت، ممكن أن أستعملها على بطارية السيارة، ممكن إذا عندي خلايا شمسية ممكن كذا أستطيع أن أستعمل، وأيضا أستعملها على 220، بس ما أستطيع أن أربطها على 220 مباشر تحترق، إذا لازم أستعمل محولة، وأستعمل إما تكون المحولة هي فيها بريدج، أو إذا ما فيها بريدج يعني ما تطلع دي سي تطلع أي سي أستعمل بريدج. طيب الآن سنعمل مثال على ربط، هذه سأربطها على ثرموستات على اعتبار هي مروحة الشفط، أو هي مثلا خلايا تبريد، مضخة لخلايا التبريد تصعد الماء على خلايا التبريد، أو تبريد صحراوي، تبريد صحراوي أنا مصمم مثلا الموتور يعمل ب 12 فولت ممكن أشغل على بطارية السيارة، يعني أيا كان المهم عندي أنا جهاز شيء إنارة صناعية تشتغل على 12 فولت، عندي جهاز يشتغل 12 فولت، أنا عندي مثلا جمعت في المحمية أجهزة تشتغل على 12 فولت حتى يكون عندي خيار أنه أشغلها على مصدر جهد 12 فولت، بطاريات، خلايا شمسية، أيا كان. فكيف الربط؟ سنذكر مثال على المروحة، لأنه هذه أو المروحة إذا فهمناها من باب أولى سنفهم موضوع الربط مضخة الماء. أنا أول شيء أريد أشرح الثرموستات، هذا اعتبره ثرموستات، هذا رسم توضيحي طبعا، أنت تستطيع أن تعبر هذه المرحلة، تعتبر الثرموستات أنه هو بطبيعته إذا وصل درجة الحرارة إلى حد معين سويتش، يعتبره سويتش يوصل هذا القطب بهذا القطب يسوي شورت، إذا انخفضت الحرارة عن درجة المحددة يصير أوبن، يعني هذا كأنه هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سويتش، يعني كأنه هو عبارة عن سويتش، وهنا طبعا تضع حمل لنفترض انه مروحه، وطبعا ايضا يعني تجهز الكهرباء بالطريق مثلا من هنا، هذه المروحه كيف راح نربطها؟ انا عندي الكهرباء هي ايش؟ الكهرباء هي سلكين، ودائما نصطلح اخواني ارجو ان يعني يكون اصطلاح عندنا انه راح نسمي حار وبارد، انا شرحت ما معنى حار وبارد، القطبين سلك كهرباء عبارة عن كهرباء مربوطة على الوطنية مربوطة على أي كان،
فواحد نسميه حار اللي هو الال اللاين، واحد نسميه الال النتر. فانا عندي النترال دائما طبيعتي كما شرحت سابقا اربطه مباشر. النترال دائما يربط مباشر على الحمل، يربط على الحمل مباشر. يبقى عندي الال، الال كيف اربطه؟ الال، الال اربطه هنا لاحظ كيف؟ خلاص انتهى الموضوع. هذا هو رسم توضيحي، هذا ما يحتاج يعني، هذا فقط انا شبهته، هو عبارة عن سلك. هذه الدائرة، يعني انا مثلا لو ارادت ان اربط هذه، لنفترض ان هذه 220 فولت كهرباء يعني على الوطنية، على 220 اي سي، اربطه بهذا الشكل. سلك يربط مباشرة الى هذا، طبعا اذا كان مروح الشبط غير مقطبة، يعني ليست دي سي وانما هي اي سي، مروحه الشفط عاديه ما بيها تقطيب، تربطها هكذا هكذا، ما بيها سالب وموجب، تشتغل على الاي سي. قلنا الاي سي ما فيه، الاي سي ما فيه اخطاء، تربطها هكذا هكذا ما عندك مشكله. ولكن يفضل دائما النترال هذا الان تربطه مباشر، الان وليس الان، لكن الال ما تربطه مباشر، يمر عبر الثرموستات. الثرموستات هو الذي يقرر هل هو يوصل أم لا يوصل الحار، فهذا هنا راح يكون هو الحار وهذا هو البارد، فهنا الثرموستات سيقرر أنه يوصل الحار أو لا. فإذا كانت، لنفترض أن هذه هي نقطة التوصيل، مقاومة متغيرة، أنت تستطيع أن تتحكم بالثرموستات، تعلي تقلل. لنفترض أنه أنت حددت الثرموستات، أدرته بالمفك أو برمجيا حددت أن نقطة التوصيل هي هذه، يعني عند حرارة لنفترض، لنقل مثلا أن هذه النقطة هي 25 درجة مئوية، 25 درجة مئوية. فإذا كان 25 درجة مئوية فأكثر هو حالة الأون، يعني يوصل، هذا صار مثل الشورت الآن، وصل هذا السلك بهذا السلك. إذا أقل عن 25 يصير في حالة الأوف، يعني إيش؟ السويتش مفتوح، يعني هنا كأنه من الأون السويتش يكون بهذا الشيء موصل، لكن هنا لا، يكون بهذا الشكل، ما وصل النقطة، انفصل عن النقطة هكذا. هذا هو الثرموستات. طيب لنفترض أنا عندي هذه المروحة أو مضخة أو أي شيء، أي جهاز يشتغل على 12 فولت، أنا ماذا أفعل؟ هذا طبعا الثرموستات طريقة ربطه أشكال، إذا كان هو ثرموستات مستقل غازي يربط مباشرة، إذا كان إلكتروني له توصيلاته الإلكترونية، التغذية وغيره، لكن يوجد فيه دائما المخارج، إما مخرج واحد أو أكثر، فأنا أعمل بالمخارج. طيب المخرج هذا هو عبارة عن شورت، ما له علاقة بالتغذية، لنفترض أن هذا ثرموستات إلكتروني، يعني هذا عنده توصيلات من هنا 220 فولت، هذا موضوع يتعلق بالجهاز نفسه، لكن المخارج ما لها علاقة، المخارج مثل الريلي، سويتش خارجي، مجرد أن يوصل نقطة بنقطة، ما له علاقة بالتغذية. طيب إذا أنا مثلا ربطته بالكهرباء أو بدون كهرباء يشتغل غازي، كما صورنا عندنا غازي، يعني مثلا الثرموستات اللي موجود بالمجمد أو الأركونديشنات القديمة أو الثلاجة، أو يعني هو مجرد غازي، يعني ليس فيه أقطاب كهربائية تغذيه، ولكن هو فقط يوصل، هنا تكون توصيلات، فهذا تربطه على 12 فولت، على 220 فولت، ما عندك مشكلة في الربط، لأنه دائرة تغذية الدائرة منعزلة عن المخارج. طيب أنا الآن، إذن أنا عندي هذه مروحة الشفط، أو سميها أي كان، أي جهاز يشتغل على، لنفترض أنه يشتغل مع الأي سي، تشتغل على 12 فولت دي سي، ولنفترض أنه 12 فولت دي سي، خلينا نقول مثلاً 5 أمبير، ستحتاج محولة شوي أكثر من 5 تتحمل 12 فولت دي سي أكثر من 5، يعني خلينا نقول 7 مثلا حتى يكون عندك احتياط، وبرج أيضا يتحمل 7 أمبير، يتحمل 12 فولت في حالة إذا كان أي سي، يعني هي طلع لك أي سي 12 فولت، لكن هذا يقاومها يسويها دي سي. طيب إذا أنا الآن سأستعمل هذه المحولة وهذا البرج، أو محولة فيها برج داخلي. طيب كيف أربطه؟ كيف أربط؟ هذه مربوطة، هذه مربوطة على 220، أو مربوطة على ريلي، الريلي يتحكم في حالة أن موجودة كهرباء
ايش يعمل؟ يشغل هذا الاي سي ويوصل لي البطارية معينة. هذا موضوع ثاني، لكن خلينا الان فقط نشرح كيف اشغل بدون بطاريات على ال 220، كيف اشغل هذه المروحة او المضخة او ايا كانت على 220 فولت في حين هي تشتغل على 12 فولت. بسيط جدا، انا عندي في هذه الحالة راح يكون مو N و L، اذا كانت 12 فولت غالبا تكون مقطبة، بعضها يكون غير مقطب، فغالبا يكون مقطبة، يعني حددوا مثلا هنا قالوا لك سالب وهنا قالوا لك موجب، علامة على الأقطاب، هاي هنا طبعا نقاط توصيل، نقطتين توصيل. فأنا ماذا أفعل؟ أنا عندي السالب، هذا السالب قلنا نربطه مباشر، أين السالب هنا؟ هذا هو السالب، إذا أنا أربط من هنا إلى هنا، انتهى الموضوع، السالب مباشر. يبقى عندي الموجب، الموجب ما أربطه، يعني ما أربطه من الموجب إلى الموجب مباشرة، أنا أربطه عن طريق هذا، يعني راح يكون هذا هو القطب بهذا الشكل، من هنا أربط سلك إلى الـ إلى الموجب، هنا راح يكون سالب وموجب وليس يلوهم، سالب وموجب، السالب أربطه مباشرة على السالب، والموجب أربطه هنا، ما أربطه هنا مباشرة، أربطه عن طريق الثرموستات. الآن ما دام عندك كهرباء 220 موجودة وأنت موصل بالكهرباء بال 220 وهذا الثرموستات حرارته 25 فأكثر، تشتغل الجهاز يشتغل مثلا مروحة الشفق، إذا كان الحرارة أقل من 25 يصير في حالة أوف، يقطع ما يشتغل، حتى لو أنت موصل هذه الكهرباء ما يشتغل. هذا هو الربط البسيط. الآن ربطنا، إذن ربطنا محولة فيها في داخلين بريدج أو محولة مع بريدج، طبعا إذا كان في داخلها بريدج هو مباشرة راح يكون هذا موجب وهذا سالب، فرأسا هذا الموجب أربطه على الموجب والسالب أربطه على السالب. بس إذا ما كان عندي بريدج داخلي، يعني ما تطلع دي سي تطلع اي سي، راح يكون هذا الربط شرحنا. طيب الان اشتغلت عندنا الجهاز اشتغل عندنا على ماذا؟ على 220 فولت في حين هو يشتغل على 12 فولت. طيب انا الان هذا طبعا اشغل عليه مروحة الشفط، اشغل عليه ايا كان، يعني مثلا خلينا نقول مثلا مضخة ماء، مضخة الحوض، او مضخة خلايا التبريد، او عندي مثلا انا مصمم او مشتري تبريد صحراء ويشتغل على 12 فولت واريد اشغله على 220 بهذا الشكل، مع مراعاه التيار كان يتحمل، هذه لازم ايضا تتحمل نفس التيار ويكون المخرج 12 فولت مع مراعاه التيار. طيب اذا انا اردت من مثلا هذه الدائره انها اربطها، يكون عندي خيارين، في حاله وجود الكهرباء تشتغل الدائره هكذا، تشتغل على المحولة، وفي حالة أنه ما في كهرباء انقطعت الكهرباء أنا أريدها أن تشتغل على بطارية أو خلايا شمسية، طبعا البطارية فيها سالب وموجب 12 فولت وفيها أمبيرية، طبعا البطارية غالبا تكون أمبيريتها عالية مثلا خلينا نقول 40 أمبير، إذن ما عندي مشكلة بالأمبيرية، يعني هنا تحمل البطارية أقوى من المحولة، إذا المحولة 40 أمبير 12 فولت يكون حجمها كبير يعني، فلكن البطارية لا، البطارية هي بطبيعتها، بس طبعا أنا ما أربط 40 أمبير، دائما أربط أقل، يعني دائما يكون عندي احتياط، يعني ما أخلي يتجاوز الحمل مثلا 10 أمبير أو 15 أمبير، ما أشغله على الماكس مثل ما قلنا هنا، إذا كانت هي تتحمل هذا 12 فولت، المحولة تتحمل مثلا 5 أمبير، إذا كانت تتحمل 5 أمبير أنا أتي بمحاولة تتحمل 7 أمبير، إذا كان الحمل عندي هو 5 أمبير أنا أخلي هذه المحاولة تكون 7 أمبير تتحمل، والبرج أيضا 7، أخلي احتياط، يعني كذلك البطارية، إذا أنا مثلا احتاجيت هنا 20 أمبير ما أجيب بطارية 20 أمبير، أجيب 50 40 50 60 أيضا حتى يكون تشغلني فترة أطول، وأيضا حتى البطارية لا تتأذى. طيب كيف راح أربط البطارية مع الكهرباء بحيث أوتوماتيك عندما تأتي الكهرباء يشتغل على الكهرباء، وعندما تنقطع الكهرباء
يشتغل على البطارية. هذا موضوعنا إن شاء الله في الفيديو القادم.